This is really a historic moment as we enter the next phase of the movement. ده حقيقي حدث تاريخي لما بنخش الجزء دوت من الحركة. لما بنطلق ال 414 لما بنرى انه الله دخل في حديث مع ابراهيم عن انه يطلع جيل جديد جيل عظيم بس كمان الرب ذكر ابراهيم اكبر من مسؤوليته وقال له انك محتاج تركز انك تعلم اطفالك والعاملين بالبيت ان هم يتبعوني فالبركات هتيجي وتفضل عندك من جيل لجيل الفكرة هي انك توصلني للجيل ودوت حدث تاريخي بيتولد النهاردة لما الله شعر انه الوقت جه زي بالظبط لما الله شعر الوقت جه انه الشعب الاسرائيلي يدخل ارض الموعد وكان الله شايف ان وجودهم في ارض الموعد هو تحقيق للوعد بتاعه وكان الوقت دوت الله بيشتغل بشكل مباشر شخصي مع الناس التانية وهنا في موسى بنشوف لما حد دخل في خلاف مع مواب وهنا كان في كان في علم بيروح وتوعية بتروح للأهالي للأسر كمان أمر آخر محتاجين نعمله مش بس مع المجتمع بشكل كبير لكن إحنا محتاجين نركز في العائلات بشكل واضح محتاجين نركز مع العائلات ونديها علم ونديها توعية من غير الأسرة اللي بتعمل العمل الصح مش هنعرف نعمل عمل صح مظبوط للعيال وهنا نشوف انه الشغل مع الأسرة هيكون حاجة واضحة جدا وبتساعدنا جدا ان احنا نعرف نوصل للأطفال بعيدا عن اللي احنا بنعمله مع بعض لابد انك تعمل امر مع العيلة بتضغط على الأطفال بتعلم الأسرة إنه اللي بيعملوه هم هيطلعوا عيالهم بيعملوه بمنتهى البساطة زي ما واضح على السكرين إنه إيمانك بيروح لإيمان الطفل كل أب وكل أم اتقال لهم لازم يعلموا أطفالهم ليه؟ لأنه كل واحد منكم هو نتيجة للتعليم ولأن أنت اللي مسؤول رقم واحد ما عندكش عذر يعني كونك أب وأم فكونك مسؤول عن الأولاد عندك لحظات اتعلمت فيها عندك بيت And nine, covering the different circumstances, been there with the children. At home,
بنلاقي انه بمنتهى الوضوح انك عندك السبيس، عندك المساحه انك تعمل كده مع الاطفال. مفيش حد اخر في المجتمع عنده لعندك كاب وكام. انت عندك بيت بيجمعك مع اولادك، انت عندك وقت بيجمعك مع اولادك، انت عندك مساحه بتجمعك مع اولادك، فما عندكش اي عذر. انت اللي مسؤول انك تكمل العمل دوت مع اولادك. كمان هنا نرى انه في وصايا واضحه عشان تعيش صح. حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل قدرتك. وهنا عشان تؤثر، وهنا علشان تعرف تبقى بتستخدم اللحظات الذهبية مع أولادك لأنها مؤثرة للغاية. انت محتاج انك تبعت ايمانك للجيل اللي بعده، لجيل اولادك. عايز اقرا معاكم افسس 5 عدد 22. again Apostle Paul, looking at what needs to be هنا done, بنشوف إن بولس بيقول لنا إزاي نعيش في الجسد. بتقول لنا كده: فكونوا متمثلين بأولاد الله. إزاي يعيش؟ فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. نبص للعيلة وتبص للأباء. وهنا لما نبص في إصحاح 6 وإصحاح 6 عدد 4 بنقول إن هما بيكلموا الأباء: وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربهم بتأديب الرب وإنذاره. آية واضحة جدا، ما بتكلمش بس البيت، ما بتكلمش المجتمع، بتكلم الأباء بشكل مباشر. في لحظات الكنيسة مش هتعرف تاخد وقت مع الأطفال، ونسمع كتير قوي من الخدام بيقولوا احنا ما عندناش غير ساعتين بس يوم الجمعة أو ساعتين بس يوم الحد بنتواصل فيه مع الأطفال، لكن البيت عنده كل يوم، عنده بيت بيجمعه الأطفال، عنده طرق. احنا عارفين انه الأهل والبيت عليه أسرة، عليه دور، الأسرة ليها دور. الله بيقول لك انت مسؤول، انت مسؤول بشكل كبير. الكنيسه موجوده تدعمك. في اصحاح 4 من رساله افسس بنرى ان بولس بيقول إنه الكنيسة موجودة علشان تدعمكم. لكن في إصحاح 6 لما قريناها مع بعض إنه الأب عليه دور قوي. الأهل هم الأساسيين للإيمان في الحياة، لحياة الأطفال، ودور الكنيسة هو تدعيم الأسر عشان يعرفوا يشتغلوا مع الأطفال. Do you know there is a specific authority and jurisdiction given to the عارفين انه في سلطان اعطي للاهالي. Are primarily responsible يوجد for shaping the lives of the children. اماكن للاطفال للاهالي فيها مسؤولين عن القيادة بتاعت مركب الأطفال. هم المسؤولين.
إن هم يكملوا إن هم يتبعوا الله. So therefore, my dear brothers and sisters, the two وهنا أيها الأحباء أحب أقول لكم to advance the kingdom of God, we need to recognize there is such a thing called jurisdiction that we cannot encroach to each other's area of that responsibility. If we and you and I be minister in the church environment long enough, لو أنا وأنت مرسلين في الكنيسة وبنقضي وقت طويل history of the church, مع and we also في تاريخ الكنيسة numerous occasions that وكمان بنغطي أمور كتيرة في وقت مع مناسبات وبنتكلم زي ما أنا بتكلم دلوقتي في مؤتمر عالمي الكنيسة هنا بتاخد المسؤولية اللي المفروض تاخدها I won't go into historical reasons why we end up this way. We are about to go into another phase of our movement. I just wondering, how are we? You see, it is one thing to involve our parents or relatives عشان نأثر على الأطفال محتاجين نركز فيه هو إن إحنا ندخل الأهالي وندخلهم في تدريبات وندخلهم في مجتمع آمن يعرفوا فيه يتطوروا فيتطوروا الأطفال بشكل نتيجي كنتيجة يحصل كده الأطفال تلمذ أطفالك أنا أب لولدين كمسيحي كأب مسيحي بروح لابني أقول له متى أنا عايز الله عايز أولادي يعرفوا القصص بتاعت الله بشكل صح I would say yes. وتعيش حياتك فالله بيجي يقول لي متى انت محتاج تعيش قدام عيالك عيش صح فبنبسط قوي بس الفكره انا محتاج اعملها صح اعملها بامانه اعملها باستقامه انت هنا لما تعمل كده يا متى انت هتغير مجتمع انت هتغير مجتمع as we spend time like this together it is so vital for us to recognize the family factor in our movement وهنا لما بنسمع كلام زي دوت بندرك أهمية العيلة لأن إحنا مش بنغير بس في الأطفال لكن إحنا بنغير في اللي بيأثروا في الأطفال وهم الأهالي كلنا متفقين إن إحنا بنوقف عند حتت لأن إحنا مش بنعرف نتواصل مع الأهل فيغيروا الأطفال إحنا محتاجين دوت يكون بيحصل في المجتمعات بتاعتنا Generally speaking, globally, there have been great lack in the readiness of the church to nurture parents who have the capacity. محتاجين في الكنائس بتاعتنا نبقى بندخل الأهالي اللي عندها الاستعداد إنها تتساعد في الـ 414 window. The 414 window family محتاجين 414 window للعائلات. كل عيلة عندها الحجم عندها الحجم إنها تعمل حاجة زي كده تدعم حاجة زي كده ده مش بس برنامج لأنه ما أكثر البرامج لكن زي ما أنتوا شايفين على الشاشة عندنا تحديات واضحة جدا عندنا إنه في مشكلة في الأسر في الأهالي كل بلد عندها التحدي دوت بس عندنا ست تحديات واضحة من خلال الكتاب المقدس بنشوفهم على الشاشة قدامنا بيتعرضوا ليها الأهالي واضحة جدا زي ما انتم شايفينها
بتقول التحديات الأسر بيقابلوها، الأهالي محبطين جدا، These are just some of the areas I pick up from the book Ephesians, chapter 5. وهنا انا عايزه زي ما انا اتكلمت في افسس اصحاح عدد 5 زي ما كنت بشارك من بعض الدقائق عن رساله بولس الرسول لها افسس بتاعه اصحاح 5 all the tasks through the ecclesia. This is a good strategy. But remember, a part of the ecclesia are the families. I know that we also talk about. وهنا بنفكر إن بنشوف إزاي بولس لما اتكلم في إصحاح كامل في إصحاح 6 عن العيلة، لما اتكلم إنه الأب واتكلم عن الأم واتكلم عن الأولاد. سؤال: كم حد من ولاد الأسر اللي حوالينا عيالهم مش في الكنائس؟ كم حد من الأسر نعرفهم ما بياخدوش بالهم من أولادهم، مش مهتمين بأولادهم؟ في العائلات عمرك فكرت ليه في وحدة في العيلة؟ أنا مش عارف أوصفها إزاي، بس حب العيلة بيعمل اتزان رائع رائع في الأطفال. أي حد بيكبر في عيلة صحية بنرى إنه هو بيكبر بشكل متوازن وباحترام مختلف للآخرين. وهنا هنغلط غلطة كبيرة لو ما تحركناش ناحية الأطفال الأهالي. عندنا حلم الفور فورتين للأسر، وما نقدرش نتحرك خطوة واحدة لقدام من غير ما يكون عندنا استراتيجية واضحة جدا. محتاجين نبقى نجتمع، محتاجين نبقى يكون عندنا مصادر وموارد بشكل شراكة مع آخرين بيشتغلوا مع الأطفال، فنبقى بنطلق 4-14 للأسرة للأهل. بنلاقي في أفسس 4-14 بتتكلم بوضوح جدا عن العمل اللي احنا بنقوله. ممتع قوي، ممتع جدا ان احنا نشوف كل المؤسسات دي على الشاشة بيشتغلوا مع الأطفال. زي ما الآية بتقول إله واحد، إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل في كلكم. رائع ومشجع نرى المؤسسات دي، العشر مؤسسات اللي على الشاشة استمعت لطلبة الله وإنها تعمل عمل للأسرة. المؤسسات دي عندها موارد بتشتغل بشكل قوي جدا مع الكنيسة. أنا شايف إنها لحظة رائعة قوية ندرك فيها حجم الأسرة، ندرك فيها حجم العيلة. اللي عندهم قلب ناحية خلق مجتمع للأسرة بشكل يخص الأسرة والصحة النفسية للأهالي، وده بيتطلب من الأهالي إن هم ييجوا ويدركوا الاحتياج، وإن القادة يبتدوا يتحركوا ناحية الأهالي ويقولوا الاحتياجات فين ويقولوا إيه اللي ممكن يتعمل. لو انت مش عارف ازاي ممكن ترسل حاجة زي كده، لو انت ما تعرفش ازاي ممكن ترسل
حاجة زي كده. عمرك قبل كده فكرت إنه البرامج دي ممكن ما تبقاش كافية؟ ينفع تقول أنا معايا بلاستر صغير هحطه على جرح مرعب رهيب مفتوح فتحة كبيرة قوي؟ ما ينفعش، ده مش كافي. اللي أنا بقوله إنه اللي موجود قدامنا على الشاشة ده ممكن ما يكونش كافي إنه يسدد احتياجات الأهالي من كتر ما الأهالي محتاجين دعم وسبورت رهيب ومش عادي. لما يكون الموفمنت دي جاهزة، لما الحركة بتاعت 414 parents تبقى جاهزة، محتاجين نبص لها نظرة جيدة، محتاجين نبص لها وإحنا عارفين إنه العائلات في احتياج رهيب لأمور زي كده تبقى بتعلمهم مع بعض في الشراكة دي، هيحصل نجاح. بطلب من الله إنه يباركنا وإحنا بنتحرك بشجاعة في مرحلة زرع وإطلاق أطفال ككنيسة، عشان مع بعض وإحنا ومع العائلات المسيحية في المجتمع بتاعنا.